السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا مس. اليوم بإذن الله رح نبلش في درس جديد اللي هو مساحة شبه المنحرف. مساحة شبه المنحرف عندي قانون، بحفظ القانون وأطبق على القانون. مساحة شبه المنحرف تساوي نص ضرب مجموع القاعدتين. شبه المنحرف له قاعدتين مختلفتين بالطول، إذن نص ضرب مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع، هذا قانون مساحة شبه المنحرف. بدنا نحكي ملاحظة عند التحويل من ديسي متر إلى سنتي نضرب في 10، وعند التحويل من سنتي إلى ديسي متر نقسم على 10، نقسم على 10. يعني إذا بدي أحول من ديسي لسانتي بضرب بعشرة، بدي أحول من سانتي إلى ديسي بقسم على 10. إذن هذا قانون المساحة جدا مهم حفظه. خلينا نشوف مع بعض كيف بدي أطبقه. عندي مثال واحد صفحة 59، جد مساحة شبه المنحرف الذي طول قاعدتيه، القاعدة الأولى طولها 12 سنتي، القاعدة الثانية طولها 8 سنتي. زي ما أنا بدي أنتبه إنه بدها تكون الوحدات جميعها نفس الإشي، الوحدات متشابهة، هاي سنتي سنتي، ارتفاعه 1 ديسي، بحول الارتفاع لسنتي، إذن الارتفاع يساوي 1 ديسي، بدي أحوله لسنتي، 1 ضرب 10 ويساوي 10 سنتي، إذن الارتفاع صار عندي 10 سنتي. هلأ بكتب القانون مساحة شبه المنحرف تساوي نص في مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع، وبعوض تعويض مباشر، يساوي بنزل النص مجموع القاعدتين، القاعدة الأولى 12 والقاعدة الثانية 8، فبحكي 12 زائد 8 ضرب الارتفاع بالسنتي ضرب 10. هلأ بحكي نص ضرب 12 زائد 8 20 ضرب 10 ويساوي 20 على 2 ضرب 10 ويساوي 20 على 2 10 ضرب 10 ويساوي 100 سنتيمتر مربع، 100 سنتيمتر مربع. نشوف السؤال صفحة 59، شبه منحرف طول قاعدتيه واحدة 30 سنتي وحدة 2 ديسي وارتفاعه ديسي. زي ما احنا ملاحظين هون الوحدة بالديسي وبالديسي، الأسهل إنه أحولهم بالديسي. إذن 30 سنتي بدي أحولها لديسي، 30 تقسيم 10 ويساوي 3 ديسي. إذن القاعدة الثانية 3 ديسي، بطبق على القاعدة نص القاعدة الأولى 3 زائد القاعدة الثانية 2 ضرب الارتفاع عندي 4. هلأ نص ضرب 5 ضرب 4، بتصير 5 على 2 ضرب 4 ويساوي 20 على 2. 20 على 2 يساوي 10، إيش الوحدة؟ ديسي متر مربع. إذن كيف بدي أحول الديسي لسانتي؟ 10 ضرب 10 ويساوي 100 سانتي متر مربع. يعني خيارين، يا بختار 100 سانتي يا 10 ديسي متر، بالديسي 10 وبالسانتي 100. هيك أنا بكون حليت السؤال. بتمنى منكم ترجعوا تحلوا، والقانون حفظ مهم جدا جدا، ويعطيكم العافية.